طيب اليوم مش راح أقضي وقت كثير، بس راح أول شيء الامتحان تبعنا تأجل إحنا ليوم 2/12، هيك السكجول تبع الجامعة بدهم، مش إشي أبكر. فالآن خليني أعمل شير للسكرين تبعي كله، وهي صفحة المودل أنا نزلت عليها المحاضرة تبعت الأسبوع هذا كله، نزلته مع الفيديو اعتبار من 15 من امبارح، اللي هي الشابتر أو لكتشر 5. أظن إنه رفعته أنا على ال... أنا أتأكد لا ما أظن مرفوع، خليني أرفع الفايل كمان، الفايل كامل أرفعه اللي هو تاع لكتشر 5 properties of regular languages. ثواني خليني اشوف. اوكي اوكي هذا المواضيع الاسبوع هذا، ونزلت انا الفيديو ليكتشرز عن one of the cases called the union، راح أورجيكم إياها هسه كمان شوي. هذا معه الكويز تاعه، الكونكاتينيشن معه الكويز تاعه، وبعدين الانسيرشن، هذول 3 ميجر كونسبتس. وهذول فبالتالي اللي شرحتهم على الفيديوز أنا موجودين، مش راح أرجع أشرحهم مرة ثانية اليوم، بس راح بشكل سريع. الموضوع هو الريجولر لانجويجز، هذول البروبرتيز بقدر استعملهم لاعمل الاوتوماتا، ابنيهم بشكل سريع وبشكل خفيف، نستفيد من الخاصيات تاعت الريجولر لانجويجز. اي ريجولر لانجويج اذا بعمل يونيون بين ثنتين بطلع برضه ريجولر، فبالتالي كان هاف ان اوتوماتا. بقدر اعمل كونكاتينيشن، بقدر اعمل ستار اوبريشن، الريفرس والكومبلمنت والانترسكشن. Okay. فهذول كلهم بيطلعوا regular languages، كل الـ unions والـ concatenation والى اخره بيطلعوا regular. او الـ skip هذا الحكي، بنقدر نستعمل احنا دائما خاصيات مشان الـ NFA. اذا عندي final state زي هيك 3 final states 1 2 3، هذول بقدر احولهم ل one final state، بقدر احط final state هون وبعمل لامدز من كل وحده لل final state، فبتبطل تصير، مش ضروري هي تكون final، بعمل one final state و accepting state بالاوتوماتا. ونفس الشيء للstart state، بتتذكروا كنا نقول احنا كل اوتوماتا له one initial state one initial state. اذا بدي اعمل 3 اوتوماتاز عندي، ثلاثه بدي اجمعهم مع بعض، بعمل ستيت جديد هون هذا ستيت، وبعمل لامدا، هذه لامدا هون ال وين اللامدا؟ اوكي نعمل لامدا وانا بحط لامدا
بتحط كل واحدة كمان لامدا هون. هذا بصير طبعاً هون. هي أنا كنت عاملهم هون اللامدز. فهذه the way we do the initial states. هذول بنخليهم one initial state. Okay, that's the same. Let me go. هذا اليونيون أنا شرحته بالتفصيل بال على الفيديو، فبصراحة أرجع أشرحه هون زيادة. بس بكل بساطة إذا كان عندي الأوتوماتا 1 وأوتوماتا 2 M1 M2 إذا بدي أجمع بينهم as a union all I have to do بدي أعمل new state هون، أي new state جديد، وبشبكها مع الأوتوماتا الثاني بلامدا ومع الأول ومع الثاني بلامدا. فبصير عندي الباث تبعي يا إما بطلع لفوق بلامدا يا إما بطلع لتحت بلامدا، وبظل عندي this is my my أوتوماتا. بس طبعا لاحظ انه الاوتوماتا هذا له تو فاينل ستيتس، بقدر اجمعهم انا بون فاينل ستيت. بقدر اجمعهم هون بون فاينل ستيت. اوكي ومنوصل بين اثنين. بس هون في الداخل هاي بشيلها. لا بلاش اضيع هذا. نشوف وانا شو عامل. انا عملها سلايد جديد احسن. هذا بلا منه. هلا عملهم هون. هذه الفاينل ستيت. باجي على الفاينل اللي هون صغيرة هاي. بشيلها بتبطل تصير فاينل. هاي بتبطل تصير فاينل. واللامدا تاعتي. بعمل لامدا هون وكمان لامدا، فصار عندي one initial state one final state for all. هذا اليونيون أنا شرحته بالتفصيل هذا على الفيديو، فبصرح أرجع أشرحه مرة ثانية. هذا المثال، هذا المثال اللي أنا عملت له complete design وشرحته بالأوتوماتا، والكونكاتينيشن كمان شرحته بالفيديو. فيو هاف كومبليت ديسكريبشن. اوكي هذا اللي ما شرحته هناك ستار اوبريشن. اذا عندي اوتوماتا ام 1 بدي اعمل له ستار اللي هو اللامدا ال 1 ستار، يعني بدي عندي هاللانجوج هذا في داخل الاوتوماتا. وات ايفر هون طبعا من هون لهون يمكن يكون في 100 ستيتس، وبدي اعمل له هذا ريبيتيشن. فشو بعمل؟ بعمل ون انيشال ستيت جديد وون فاينل ستيت جديد، وبطلع هذا الفاينل، هذا بطل يصير فاينل. اوكي وبعمل لامدا، ببدا بلامدا هون. اوكي وبالاخير بنتهي بلامدا. وبعدين من البدايه بقدر اي كان سكيب ذا هول اوتوماتا بهي بهذا السهم اللي هون. فبالتالي معناته من هذا السهم إذا أجيت على الفاينل ستيت I am accepted right at the beginning بدون أعمل أي شيء ثاني. إذا بدي أعمل repetition بعمل بهذا اللينك اللي هون، خليني أعمله بالأحمر مشان يبين معي. هذا اللينك الجديد بلف هذا برجعني لورا. This is a going back start. هذا بدي اسميه start again، يعني برجع مرة ثانية بلف بعمل اللوب باللامدا هون. هذا اللي هون هذا بيكون accept
هذا بيكون accept accept initial state. هذا accept initial state الخط اللي هون، فهذا بيعمل لي ستار. لو بدي اعمل ال positive closure plus بدل ستار، كل شيء بعمله باستثناء الاولى هاي. هاي الاولى I don't need it. هذا زي هذا مثلا A and B star، هاي ال A and B. هي الستيت الاول ده عندي A بضل يلف عندي هون، اذا بيجي B بقبل ال B. طب اذا بدي اعمله ستار كله هذا اعمله مليون مره، باجي من البدايه بقول له قبل ما تروح على A and B اعمل لي اللامدا هاي and accept my automata. طيب اذا عملت A and B، اذا اجاني A A A A A B مثلا فرضا هيك، اذا اجاني A A A B بدي اقبله هذا، شو بصير؟ باجي بالاول طبعا ستار، بنقول له ستار بدي اقبل هذا، باجي اول A اول لفه، سكند A ثيرد A، بعدين اجتني البي. اوكي ناو انا ما بدي انتهي هون، جيت بعد البي في لامدا، لامدا جابتني لهون، كمان في لامدا، لامدا جابتني لهون، هسا I have an A كمان، one مرة ثانية جاني كمان A كمان A كمان A كمان B، استعمل لامدا لامدا لامدا، لاحظ 3 لامداز ورا بعض، بعدين 3 A's B، افترض انه بدي اعمله هذا 5 مرات، خلي يكون 5 مرات، فبصير ال the way this will go. خليني أعملها هيك، هاي راح تطلع عندي هيك بالبداية لامدا لامدا ما بدي اللامدا هاي أنا، نحط الانسيرت اللامدا اسهل لي للتعامل، بطلع عندي لامدا A خليها كمان 2 A's، بديش 3 B's مشان اسهل، راح يطلع عندي لامدا اول مره لامدا A A B، بعدين كمان لامدا، كمان لامدا لي هاي تروح على الستيت هون، كمان لامدا هاي اللامدا الرجع، بعدين برجع من جديد كمان واحد كمان واحد كمان واحد، طلع هيك بطلع عندي أول لامدا هاي اللامدا A A B لامدا لامدا رجعتني للبداية، بعدين ببدأ كمان مرة لامدا A A B لامدا لامدا and so on. I keep repeating هاي، هاي عملت لي اياها الستار كلوجر. اذا بدي اعمل البوزيتيف كلوجر، خلينا نعمل بوزيتيف كلوجر هون، بوزيتيف كلوجر اوكي،
وهي بدي أغيرها من نغيرها للامدا لامدا 2 plus equals a n a n b plus. اوكي نعمل هذا بصير هذه مش موجودة هاي بنشيل هاي اوكي هذه بنشيلها فصار عندي لازم أبلش بنفس الشيء زي الـ AAB طبعا هاي هون كان بقدر أنا أبدأ بسترينج ما في إشي لامدا فقط هون كان هون بقدر أعمل string اللي هي في اللامدا بقدر اقبل بهذا الاوتوماتا بقدر اقبل لامدا هاي اتس اكسبتد باجي من اللامدا لهون اند ايم ان فاينل ستيت هون اي دونت هاف ذا فبرجع عندي all I can accept is AAB5 أو 6 أو 7 أوكي خلصنا من هذا الريفيرس إسا إذا عندي أوتوماتا زي هيك this my automata and I want to reverse it بدي أعمل الريفيرس يعني بدي أبلش من اليمين لليسار كيف تذكروا بيت الشعر اللي جبناه زمان اللي هي فما خطت له رتب إلى آخره رتب له خطت فما رفعت نبدأ فيه من اليمين لليسار تكتب مثل ABCD DCBA فبتبلش بس بتعكس الأسهم تاعتك أنت all the arrows will be reversed. Okay, you reverse all transitions. You make initial state final, هاي بتصير final, وهي بتصير initial state, and then you get a reverse language. So it's very simple. زي هيك مثلا. عند ال language A and B, هذا بيقبل لي many A's followed by B, هذا بيقبل لي B followed by A's. طلع هون, إذا أنا ببلش من اليسار لليمين, A, 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 B, هون ببلش من اليمين اليسار ببدأ بي ببدأ بي هون بعدين بيجي على الفاينل ستيت you can loop with all A's but this is very simple الكمبلمنت complement of a language اللي هو الكمبلمنت مش الريفيرس الكمبلمنت اللي هو عكس اللغة يعني بيقبل strings هون بقبل strings كل إشي مش مقبول هون بنقبل هون وكل شيء مقبول هون بنقبل هون فبناخذ DFA that accepts L1 هاي DFA you make the accepting state non-final and vice versa بس بتعكس ال final states انت مثلا هذا بيقبل لي هذا DFA لاحظ انه انا حكيت DFA هون مش NFA this has to be a DFA فال ال DFA عندي هون بيقبل لي A and B هاي ال A A A A A بعدين ال B accepted إذا بيجيني إشي غير بعد ال B it will be rejected it will be rejected هون أي إشي بعد ال accepting state أو rejected يعني لو إجاني مثلا هون
A-A-A-B, A-B-A-B, this is rejected. هسا بدي أتأكد أنا إنه هذا اللي rejected هون بده يكون accepted تحت. One will be accepted. هذا الكومبلمنت كيف بصير accepted؟ أنا عكست هذه صارت final وهي صارت final وهي بطلت تصير final. فبالتالي إذا إجاني الـ AAAA بعدين B بعدين إجاني AABB هنا هون جيت accepting state. Okay, so this is accepted. هون كمان هنأخذ مثلا الـ AAAA بس كمان هذا rejected. هون إذا بجيب الـ AAAA it is accepted. Okay. هذا واضح أنه accepted. ليش؟ لأنه ظليت ألف هنا في الـ A's and it's a final state, it's accepting state. فكل شيء rejected هون مقبول هون وكل شيء rejected هون بكون مقبول هون. That's the هذا اسمه الـ complement مش الـ reverse. الـ complement اللي هو الـ by the strings. الـ reverse, الـ reverse it's the whole language بتنقبل من اتجاه الثاني. اوكي طيب الآن آخر شيء الانترسكشن. الانترسكشن أنا شرحته بالتفصيل ممل بتو فيديوز فبالتالي راح أنهي وأوقف هون فراح أكمل راح تشوفون تو على الفيديو مشروح وبيكون ال وهذول الـ properties of regular languages هون غطيناهم الأسبوع هذا. الأسبوع الجاي بنبلش في موضوع الأوتوماتا تبع البوش داون أوتوماتا بالميموري بس اللي راح يكون داخل معنا بالإكزام اللي هو الـ regular languages هذول و properties of regular language هذا الشابتر تاع اليوم وراح يكون مطلوب معنا كمان الـ NFA و convert من NFA to DFA وبكون مطلوب معنا الـ DFA هذول هم اللي داخلين بالـ midterm exam. الـ final بيكون للـ push down automata و Turing machine. اوكي حد له سؤال؟ دكتور معانا نحضر الفيديوهات للأربعاء ما أقول الأربعة أنا بقدر أعملهم extension خليهم كلهم ليوم الاثنين القادم يعني لنهاية الأسبوع أعطيكم وقت زيادة لهم يا ريت أحسن والله دكتور يا بلاش تنضغطوا فيهم هذا على أساس كله هذا الشابتر وكون معكم للأسبوع كامل. طيب الأربعة يعني بشوف إما بنعمل ريفيو إذا كان في عندكم إشكالات بأي شيء بهذول الفيديوز اللي شافهم نعمل ريفيو فيش إشكالات فيهم والستارت البي دي اي اللي هو بعد بكرة إن شاء الله ماشي يعطيكم العافية جماعة. دكتور في سؤال؟ دكتور في مجال بس أحكي معك عن فراد أو عشان أشوف الريفيو تبعك إيش هو؟ الريفيو للملف اللي بعتنا لك اياه. اوه والله بتعرف انا لسه ما عملت له ريفيو يا ذياب. انتوا عملتوا عليه اي تعديل ثاني بعد ما بعثته؟ يعني اشياء بسيطه بس قاعدين نستنى فيك يعني لسه مش شيء اكيد. طيب خليني اعمل له ريفيو وبرجع لك ان شاء الله. ان شاء الله. طب دكتور صار في شيء جديد مشان الاشياء الثانيه ولا لا؟ مشان موضوع الكاد بي؟ اه. لا ما صارش والله لا ما صار عندي شيء خلاص تمام بس خليني اشوف انا الملف اذا الملف مناسب بقدر ابعثه للمهندس اللي حكيت معه شو اسمه هو المهندس فريحات كنه او لا الوردات الوردات وقال لي لانه كان المفروض ب 15 المفروض اليوم 15 شهر
أو امبارح نزل الأناونسمنت تاعتهم تبع كوفيد، وقال لي قدموه هذا بينفع بالكوفيد يعني، بنقدر نحطه تحت الأمبريلا تبع كوفيد. تمام طيب ماشي، يعطيكم العافية جماعة.